زوجة محمد حمائي وضعت مولودتها الأولى وهيدا اسمها. استقر الفنان المصري محمد حمائي وزوجته نهلة الحاجري على اسم فاطمة لمولودتهم الأولى. فولدت زوجة حمائي امبارح بالليل بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وتم استقبال الطفل بحفاوي وفرحة كبيرة. أما على صعيد آخر، كشف حمائي مؤخرا عن تفاصيل برنامجه الجديد يلي عم بيصوره مع الإعلامي ممدوح موسى، فقال بلقاء صحافي إنه البرنامج خاص بحياته الفنية والشخصية، وصوروا بعدد كبير من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية خلال تسلمه جائزة البيج أبل ميوزك، ومن بعدها بإسبانيا ورومانيا خلال تصوير كليب ما بلاش، وكمان بإيطاليا. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com.